مع مرور عام على 7 أكتوبر وأحداث الحرب على غزة وما حدث لأهالينا في قطاع غزة من كوارث ومن إبادة، والحقيقة يمكن هنا في استوديو بيت للكل كنا منذ البداية مع حضراتكم طوال هذا العام. كنا نأمل في البداية أن تنتهي الحرب أو أن يتوقف هذا العدوان أو هذا الاحتلال الغاشم أو هذه الغطرسة الإسرائيلية، إلا أننا من شهر إلى الثاني إلى الثالث حتى أصبحنا عام. نحن اليوم في حلقة جديدة، كنت أتمنى أن أبدأ هذه الحلقة بأي كلمات فيها باقة من الأمل أو حتى أن يكون فيها شيء من هذه الإنسانية التي فقدت طوال هذا العام. بيت للكل، نفتح معكم هذا الملف من جديد. 7 أكتوبر وما حدث في قطاع غزة. الحقيقة المأساة كبيرة وكثيرة، ورغم كل المحاولات التي قامت بها الدول العربية، مصر والأردن وغيرها من عدد الدول، وأيضا المؤتمرات والشعوب التي أيضا خرجت وكانت مع القضية الفلسطينية، الشعوب العربية وأيضا الشعوب الأجنبية، لأن احنا نحن نعلم بأن الأنظمة الأوروبية والأمريكية تماما هي مع إسرائيل، وكلنا نتذكر هذا المشهد والطابور الذي كان يذهب إلى إسرائيل لكي يقف مع نتنياهو ومع هذا الاحتلال. الموقف لم يتحسن، والهدن لم تستمر، ولم يتوقف القتال في قطاع غزة. خلينا في بيت للكل نحاول أن نرصد معكم من جديد هذه الحلقة، واسمحوا لي أن أرحب بزميلتي العزيزة لانا. مساء الخير يا لانا. مساء النور شافكي، وفعلا يعني ما قالته شافكي مشاهدينا، الوضع في غزة أصبح واضح للعالم أجمع. ما حدث في غزة من حجم الجرائم ومن شدة تلك الجرائم لفتت العالم أجمع إلى القضية الفلسطينية، حيث عادت القضية الفلسطينية على محور المفاوضات والمحافل الدولية لتقول أنا فلسطين والحق لي. أحداث غزة أدمت قلوب الشعوب العربية جميعا، حيث أشار مركز الإحصاء في فلسطين بأن حصيلة الشهداء في غزة فاقت ما حدث من إسقاط للشهداء في النكبة الفلسطينية. الجميع يقف ويقول كفى للحرب ونزيف الدم، لكن لا شيء يحكم إسرائيل والراعي الرسمي لإسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تستطيع أي منظمات دولية حتى أيضا قرار وقرارات محكمة العدل الدولية أصبحت قرارات حبر على ورق لتقول أن القانون الدولي لا يمت للواقع بأي صلة. السؤال المطروح مشاهدينا، غزة إلى متى وإلى أين؟